السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم ما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى، وإن شاء الله صامدون جامدون لربنا حامدون. عودة لحلقات الحقنة، لأكيد وحشتكم للناس القديمة شوية أو الناس الرعيل الأول خالص في القناة، أكيد فاكرين حلقات الحقنة وغرقتوني بالأسئلة، ووقتها وكنت وقتها بعرف أجاوب والدنيا كانت جميلة، ودلوقتي أجمل إن شاء الله. المهم هديكم مثالين النهاردة سريعين على ناس منكم، ناس زيكم بالظبط، وأقول لكم الحقنة بقى في الآخر، هنغز بقى في الآخر. المهم أول جزء، شاب عربي اتعرف على واحدة عن طريق الانترنت، عرفها كويس، قعدوا يتكلموا جي 8 شهور لحد ما خد الدعوة والفيزا والفيلم اللي انتوا عارفينه. قال لها تجيلي بلدي وبتاع، قالت له صعب. قال لها ايه، ما عندكيش باسبور ولا حاجة؟ قالت له عندي، بس انا عمري ما سافرت قبل كده وخايفة اسافر ومش عايزة. وتقول له السفر هيبقى غالي وبتاع. قال لها يا ست انا اللي هدفع لك التذكرة. قالت له لا 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 بلاش، ما تكلفش نفسك على واحدة انت لسه ما شفتهاش. فهل عجبتني قوي ده، غير النصابات بقى اللي بنسمع عنهم. قال بقى شفت حلقات حضرتك، كلمني يعني وقال لي شفت حلقات حضرتك، وراح هو قابلها والدنيا حلوة وهي أمورة جدا واحسن مما انا كنت عايز، وما عندهاش يعني عندها استعداد انها تبقى مسلمة وتعتنق الدين بتاعي او الدين اللي انا بعتنقه يعني، وثقافتي هي معجبة بيها وبتاع. بس هي بيقول لي هي من سيبيريا، قال هي مغلقة شوية، ملهاش اطلاع قوي على ثقافة العالم، الدنيا بيجرى فيها ايه، مش دريانة. المهم ما بيقول وقتها كانت كاس العالم خلصانة بقى لها حبة بسيطة، ف قال بقى ايه انا اروح، قالها روح الاقي بقى في عرب كتير من اللي هم بتوع كاس العالم خلصوا على البنات. فبيقول مش عارف كان عندي احساس ان انا عايز الحق اخطفها واجري قبل ما حد تاني ما يخطفها من بتوع كاس العالم اللي هم راحوا يشجعوا وما رجعوش وعمالين بقى يدوروا على بنات تلاقيهم دلوقتي، فالحق البنت قبل ما تتاخد. قال ما انا فكري روسيا دي اوضه صاله. المهم راح، فبيقول فوجئت بقى، قال لقيتها اولا طلعت مليانه شويه من تحت، تخينه كده بشكل ملفت. قال ضايقني قوي الموضوع ده. تاني حاجه بيقول لما كنا بنتكلم في الانترنت وكده كانت متكلمه وكل حاجه، بيقول لما قابلتني بقت صامته كده يعني بتضحك شويه واوقات كتير قاعده ساكته مسهمه. قال غير كده عارف انت بيقول لما واحد ممكن يتكلم يعني هي مش ساكته قوي، قال بس لما بتتكلم بتقول كلام هايف، كلام مش موزون، كلام ملوش قيمه. قال هو راجل طبعا جامعي ومعاه مؤهلات عليا او دراسات عليا معرفش يعني. المهم يعني فبيقول لي انا بحب الفكر هل هي ما عندهاش، هل لما كنا على الانترنت كانت بتتكلم، ما اعرفش كانت بتقرا ايه من جوجل، وانا كنت بكلم مين، اليسا. المهم فوجئ ان هي يعني فيها اختلافات عن الحقيقه، وده واقع يا جماعه، ده كل الناس اللي بتتجوز عن طريق الانترنت بيبقى فيه هامش من الاختلافات، هو ما قبلش الهوامش دي بس ما قدرش يسيبها، وخصوصا ان هو قال انا كنت يعني حاسس ان ممكن، عامل حسابي ان ممكن يكون مفيش نصيب او انا معجبهاش في الحقيقه، قال فعشان كده كنت مكلم واحده تانية في مدينه المفروض يعني قرب موسكو بقى، مش قال فكنت مسافر سيبيريا قابلتها وبتاع وكل حاجه ومشيت من غير ما اعمل اي حاجه، ولما رجعت بقى موسكو رحت المدينه اللي جنب موسكو عشان اقابل البنت التانيه. فيقول تخيل يعني انا مضغوط بقى، حاسس ان الاوانيه مش تمام وما نفعتش، فدي بقى هي التمام. قال على عيوبها، على مشاكلها، ان احنا ما نعرفش بعض لسه كويس قوي. قال ورغم ده كله كنت مدلوق عليها جدا، ففوجئت ان بعد ما رجعت موسكو بعد ما قابلتها وعامل حسابي اقابلها تاني يوم بعتت لي قالت لي معلش مش هينفع، انا اللي ما عجبتهاش. المهم بيقول مضيت قدما واتجوزتها. قال لي الدنيا مش عارف ايه اصلا، بضغط ايه انه مش هيلاقي احسن منها، بضغط ايه انه اترفض من التانية،
ومش عايز يبذل مجهود انه يتعرف على حد جديد، فقال لك هي دي اللي موجوده واحسن من ما فيش وشكلها احلى من طعم. مش مهم بقى المشاكل التانية دي، نتغاضى عنها ونتجوز وخلاص. ما كملش سنه وقال لي انا هنطلق دلوقتي ومش عارف ايه او حتى ايه، كان ساعتها 9 شهور عدوا ما عدناش سنه، قال مش طايق مش قادر مش هينفع وانفصلوا. ده الاول. التاني بقى جه واحد برضو اتعرف على واحدة عن طريق الانترنت وقابلها وطلعت يعني في قبول، قال اي نعم كنا مصدومين احنا الاتنين في بعض شوية، قال بس القبول كان عالي جدا، يعني نسبة القبول كانت اعلى من الصدمة. ماشي طيب، الجواز بقى قابل اهلك بتاع، قال كنا سريعين جدا واخدين القرار، شبه واخدين القرار على الانترنت، مسألة وقت بس. طبعا مش عايز حضرتك تقارن ما بين القصتين في التوقيتات، لان القصة التانية دي او الرجل التاني ده حاجة قديمة شوية من 10 سنين. المهم فبيقول التضادات بيننا كانت باينة من على الانترنت وانا عارفها كويس، قال واما قابلتها بانت تضادات جديدة او اختلافات جديدة في وجهة النظر في الحياة وفي الاولاد وفي الكلام ده، قال ومع ذلك مضيت قدما لان انا مش عايز ابذل مجهود جديد في ان انا انشئ علاقة جديدة مبنية على التفاهم وتبقى عارفة خلفيتي وبعد كده يبقى في قبول متبادل. قال كنت حاسس ان القبول المتبادل ده مش موجود الا ما نادر، يعني هي نصيبك وخلاص، قلت دي نصيبي وربنا يسهل واتكلت على الله واتجوزها وخلفه ولد وبنت طفلين. قال بما اني دارس علم نفس وعلم اجتماع وبحب المجال ده قوي وكان مجال شغلي لفتره من الفترات، قال حابب ان انا العب جيم اللي هو محدش من العرب اللي بيتجوزوا اجانب بيلعب بيحب يلعب الجيم ده، ما بيقدرش عليه من الاخر، فقال انا هلعبه، هسيب مراتي المتجبره المتسلطه المتحكمه تسيطر على العيال، انا روسيه واولادي روس، وانا يا حاجه انت على عيني وعلى راسي، انت جوزي حبيبي بس اركن عرف. قال ده اللي بيحصل. فقال انا حاولت اعلم الاولاد اسلام وعربي وبتاع، مفيش مش قابلين، خلاص متبرمجين على حاجه معينه اللي هي الام عليها واللي هي الام اصلا قبلها بالعافيه، قبل العربي والاسلام بالعافيه انها تخش الاسلام وتبقى زينا مجرد تاديه واجب او تسديد خانات. قال فضلت كده 6 سنين لحد، قال انا عارف البنت بيجي عليها فترة، الطفلة يعني بيجي عليها فترة وتبقى عايزة صديق مش عايزة ام وحنان، عايزة صديق. فقال دي مقدور عليها البنت، قال هو بنتي الكبيرة، قال الاصغر هو الولد، الولد بيجي عليه فترة في الطفولة المتأخرة بيبقى محتاج برضو صديق يلعب معاه حركة حب وحنان ماما، بس بتركن ماما بعد فترة معينة وبيبزغ نجم الصديق اللي بيلعب معايا، الشخص اللي بيلعب معايا. فقال لازم اظهر انا بدور البطل في التوقيت لده ولدي، وفعلا بيقول عملت كده. بعد 6 سنين بدأت العب الدور ده، ان عارف ان البنت بعد 2-3 سنين هتحتاج صديق، عارف ان الولد خلاص كلها اشهر وهيحتاج صديق بس، والحنان والحاجات دي موجودة بس الام موجود. فالمهم بيقول لعبت الجيم وانا قده وعارف اللي مطلوب، قال وتمكنت ان انا ابقى خلاص البارتنر او الجيم بارتنر بتاع ابني ونجحت في مهمتي بشكل منقطع النظير. الولد بيتعلم مني، بقول له احنا بنلعب كذا بنراعي مش عارف ايه علشان ما صبش اللي قدامي وانا بلعب، لازم اعمل كذا علشان ربنا هو اللي خلقنا ربنا مش عارف ايه، واقول له قصة سيدنا يوسف اخواته عملوا فيه ايه، فانت لازم تحب اختك ما تعملش زي اخواته، ومع ذلك سامحهم لانه بيحب اخواته، فعايزك تحب اختك مهما كانت مختلفه معاك في الفكر مختلفه معاك في البتاع. فقال بقيت ازرع فيه تعاليم دينيه اسلاميه. مع الوقت الولد هو بقى على الانترنت وعلى التابلت كل اللي بيتفرج عليه حاجات عربي حاجات اسلاميه. لعبت على فتره النشاط بتاعه ابني، فقال فنجحت ومش محتاج بقى ان ابذل مجهود كبير، الولد اصلا قاور دماغي بالاسئله والتفاهمات في المسائل اللي انا زرعتها معاه، لان انا الجيم بارتنر بتاعه، انا صديقه المقرب جنب اصدقائه بتوع المدرسه. طيب البنت بقى دخلت في مرحله عايزه صديق، بابا ازاي يبقى صديق؟ قال دي لعبتي.
دخلت من حته ان انا ما تحكيش لحد لحسن يفهموا عني غلط، لان البنت بطبيعتها في الفتره دي بتبتدي تخاف على شكلها قوي، تبتدي تبقى بنوته عايزه يبقى عندها حياتها الخاصه اللي هي ما تحكيهاش لماما بس ممكن تحكيها لصاحبتها. قال لها اعتبريني صاحبتك، ودخل في المنطقه الزون دي اللي هي ابهات كتير قوي بينجحوا انهم يدخلوها على فكره، ما عدا الاب العربي لبنت او ولد يعني مخلف من واحده روسيه او بنت الزوجه الروسيه. المهم فبيقول ان انا ادخل لها ان انا صديق كان تمام قوي، لكن ان انا استملها في حته الاسلام والحاجات دي، قال هي كانت بتحب الفانتازيا والموسيقى وبتاع ده، قال فاحتجت ان انا اخد رامب كده او يعني لفه طويله جدا عشان ادخل لها. فقال هو تعالي نتعلم الباليه، عايزه الباليه، امها معلمها باليه من صغرها، هنعمل ايه؟ معلمها الموسيقى تعزف وبتاع، ماشي هتعزفي كل حاجه، واروح اوصلك كمان الدرس بتاع العزف والبيانو ومش عارف ومع بعض وكل حاجه تمام، وانا كمان بلعب وكل حاجه زي الفل. قال لحد ايه ما جينا على منعطف اللي هو يا بابا هو انت ليه بطلت تلعب معايا موسيقى؟ قال لها وانت صغيره بتعملي اللي انت نفسك فيه، ما بنتحاسبش يا بنتي، اما نتحاسب بقى ونكبر ساعتها لا نوقف بقى الحاجات الغلط. قالت له الموسيقى غلط يا بابا؟ قال لها اه طبعا بتضيع الوقت وبتموت القلب وبتحس انك منهكه بعدها. قال لها مش تحس انك منهكه؟ بتقول له اه بتعب بصراحه بس انا بحب الموسيقى دي حياتي وبتاع. لا لا نبطل وبتاع. بعد فتره يا بابا حفله الباليه مش هاجي احضر معلش. ليه يا بابا؟ ناس بتلبس عريان يا بنتي وانت كبرتي والمفروض انك ما تلبسيش عريان. قالت له طب خلاص اخر مره الحفله دي. قال لها خلاص هاجي الحفله دي بس بعد كده هنوقف لان احنا كبرنا وبقينا امامير وحلوين. قال جزء تربوي وجزء حنون وجزء مهم جدا الصديق الواعي اللي بيحط لي القطر كبنت. بقى حطت لها القطر بالراحه ومع الوقت هي اللي حطت القطر لنفسها. وفي يوم من الايام بيقول بتقول يا بابا هو انا صاحبتي بتقول لي هو انت مسلمه ولا مسيحيه؟ فقال لها انت سالت السؤال ده الاول لماما؟ قالت له لا. ليه؟ قال لها طب اسالي لماما وقولي لي بعد كده قالت لك ايه من غير ما تردي عليها، قولي لها يا ماما هو انا مسلمه ولا مسيحيه؟ قلت له رحت سالت ماما فردت عليا يعني ست بقى محنكه برضو ما هو متجوزه واحد خبير فجابتها لازم تكون شبهه شويه يعني اتعلمت منه مكر الليل والنهار. فقالت لها احنا في دوله مسيحيه وتعليمها مسيحيه فبنتعامل كمسيحيين لكن احنا في البيت هنا مسلمين عشان بابا مسلم. فجت قالت له كده قال لك ايوه تربيتي تعالي تعالي يا بنتي انت امك تربيتي تعالوا. فبيقول قال لها زي ما هي قالت لك بالظبط بس ده واحنا صغيرين، اما بنكبر بتبتدي شخصيتنا تبان. بتشوفي بابا مثلا بيشرب خمره، بتشوفي بابا بيعمل كده تقول له لا يا بابا احنا عارفين الحاجات دي غلط وبتاع ده. طيب تمام فاحنا مش منافقين، الاسلام ما فيهوش نفاق، اللي هعمله بره هو اللي بعمله جوه، واللي بعمله جوه الناس لازم تعرفوا عني بره عشان يحترموني عشان اعرف احضر حفلاتهم، ما يقدموليش خمره ما يقدموليش خنزير. قلت له صح يا بابا. طيب احنا بنحترم نفسنا وما بنقولش الفاظ وحشه في البيت فبرضه بره لازم يكون نفس الكلام. صح يا بابا. فبدات ايه تلتزم من نفسها، تبتدي تحط القطر وكل حاجه تيجي تحكي له تقول له صاحبتي مسلمه بس بتعمل كذا هو ده صح؟ قال لها لا غلط طبعا. طيب اكلمها وبتاع؟ لا انا هكلم باباها لان احنا اصحاب، انت وهي يعني انتوا اصحاب. الاصحاب بيحترموا بعض، ما بينفعش يمشوا بعض على كيفهم، فهي هتحس انك بتمشيها على كيفها لو قلت لها تعملي ايه وما تعمليش ايه. فالمهم فبيقول لي مسكت خلاص الولد والبنت من دماغهم من قلبهم بيحبوني بيحبوا يسمعوا كلامي. في النهايه الام بقى عايزه ايه ترجع العيال تاني. قال ما فيش فايده، بتحاول تقول لهم لا ما انتوا ليه بتعملوا كذا وبتاع ده بابا بس عشان راجل وعشان كبير وعشان مسلم واحنا مسلمين يا ماما ايه. فبيقولوا اتصدمت اول ما سمعت وقال بقى ده عادي بقى احنا انا مسلمه، بنتها تقول لها انا مسلمه. فبيقول البنت الست بقى ايه طلعت اللي جواها، قال انا عارف انها سوسه ما اسلمتش بالكامل ومش عارف اعمل حاجه في الموضوع ده، طب على الاقل نصلح الولاد. فقال خلاص الولاد بقى هم بيسمعوا كلامي. قال لدرجه ان جت بقى مشكله كبيره بينا وعايزه تاخد الولاد وتمشي كعاده ستات كتير عربيات قبل الاجنبيات، انا اخد ولادي واروح عند ماما مش
ده اللي بيحصل. يلا يا اولاد وبتاع ده مش عايزين. فالواد الصغير او الولد الصغير اللي هو بقى بيقول بقى كبر بقى يعني مش صغير زي ما انتوا فاكرين بقى، شيل لي الشنطه طيب وتعالى وصلني. قال لها الشنطه مش تقيله يا ماما. هو فهم ان ايه عايزه تضحك عليه، تعالى شيل لي الشنطه حطها لي في التاكسي والبتاع ده، واركب معايا التاكسي وتاخده معاه المطار وباسبوره معاها. فبتقول له باسبوراتكم معايا. الله بابا قال ممكن نطلع غيرها. هو بابا معرفكم كل حاجه، معرفكم الخطه مسبقا. اه عارفين الخطه مسبقا، ان امكم هتبقى عايزه تهرب هتمشي جبانه، عايزه تهرب وتسيب الجيم، وعايزه تاخدكم معاها، وانتوا مش عايزين. اه بنحب روسيا، عايزين نروح روسيا بس بالطريقه دي، ونسيب بابا لا هنروح مع بابا. ما بابا يبقى يحصلنا. لا الولد والبنت وقفوا لها جوه اخر نقطه في البيت عشان ما تشدهمش معاها. عارفين مسبقا ان ابوهم مفهمهم امكم لما بتتعصب تبقى زي المجنونه، ابعدوا عنها لا تلمسكوا ولا احسن تعور حد، تعور نفسها تخبط نفسها او تيجي تزقها تقع تبقى زقتي ماما ما يصحش. فطبعا ورثاهم على الليله بالكامل. فالام سافرت لوحدها وما كملتش اسبوع ورجعت تاني قالت له انا اسفه وانا عايز اعيش مع اولادي، اعيش معاك خدامه بس ابقى مع اولادي. قال لها تعالي بس بشروط. المهم دي كانت القصه الثانيه. الحقنه بقى ايه؟ واحد هرب من الجيم قال لك انا مش عارف اصلح حاجه وطلق. واحد تاني قال لك لا انا هلعب الجيم للاخر، ويانا هي يانا يا الشيطان. لو الشيطان لعب معاها وكسب يبقى كسبها هي وانا كسبان طول الوقت. لو الشيطان ما قدرش عليها وعرفت تنتصر يبقى كده انا كسبت وهي كسبت. قال بس في كل الاحوال انا واولادي لازم نبقى كسبانين. في واحد لعب الجيم صح، حط الحقنه في الوريد الصح، وفي حد تاني ما استخدمش الحقنه اصلا. عرفتوا فايده الحقنه؟ عشان كده بعمل الحلقات دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم. امان.